ليلة القدر استفدت ربي تبارك وتعالى أجيس نجتهد سكيان العبادات نتقنها ربي تبارك وتعالى باش نربح ضيدا، ولكن كي كان مدن أرد زياد لبداع المحدثات ضيدة أجيس ساغن البخور أرتين بأن أجيس طين الأرواح أسكر كالمناسبات أرقيس سكر المكلة أرقيس شتنا تمسكيدي وين أرتمون أسكر الحفلات هن كل البداعات واللي انتغريت القدر أشكو النبي صلى الله عليه وسلم يتيني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هن كل ما يذكر من هذا من العبادات لوري للأصل الدين هن الفلسطورينت أما ليلة القدر هن ما قلت تشرعا أرقيس سكر من هذا العبادات أي تظلى أريد صدق أريد تدعو أريد تذكر ربي تبارك وتعالى أريد الرحيم سيدا منس أريد تزور والدين منس أريد تذكر إخولي خلقين أريد تدعو يمدس الخير هن الخيرات أغير لا لاجر ليلة القدر هما كل ما غيد لتزايد نمدن البدعة لتزايد نمدن غير ليلة القدر أريد الشتان أسكن المكلات كله مسائلا هن نور تيش نتلاص الشرع هن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هنو النيلة آية ويفضلنا ليلة القدر يربح ليلة القدر إخساق كثيرا العبادة افتساء البداع ليغفر عربي تبارك وتعالى.